ثقة. نعم. أننا حقوقنا على الناس، لأن هذه الأمانة الإنسانية الحقيقة هي في عاتق الإنسانية. في عاتق الإنسانية أن القوة جعل الله في سبيل الضعف. نعم. يعني في خدمة الضعف. والغنى الغنى لله، إنما إذا أغناك الله من فضله فهي في خدمة الفقر. نعم. وعلم. نعم. أن هاتان القوى والله هم حلقة تربط حلقة. نعم. لتتميم مسيرة الحياة ولتتميم هذه السلسلة، لتوضع على عنقنا كأمانة وتكون في رونقها وفي منظرها الجميل الكامل. الاكتمال هذا كيكمل هذا الحق عبد الله، فهمتي؟ ولكن بالمفهوم الإنساني، بالمفهوم اللي هو جدير بالذكر، اللي غيبقى عنده ذكرى خالدة عبر الأجيال المقبلة. لهذا أخي هو ماض يربط حاضر بالمستقبل. ولهذا نحن دائما على اتصال مع أنا بغيت تقول وصال العهد المقدس. العهد المقدس هو الأمانة التي يحملها الإنسان على الأرض جيلا بعد جيل، وحلقة تربط حلقة من أول المطاف الإنساني إلى آخر مطاف من حلقة هذه الحلقة، ومن حلقة الوصال الذي يقف بك عند تمام الطريق بهذه السكة وهذه المسيرة. إذا أخي العزيز، الإنسان يحشم ويستحيى من نفسه يقول إحنا ما بيدناش، لأن إحنا الله عز وجل هذه اليدان هذو في الحقيقة هم أيدي الله. والله سبحانه وتعالى يد الجماعة يعني هي من أيدي الله، ويد الله مع الجماعة. الإنسان ضروري غيكون عنده واحد المحطة اللي يمكن له يساند فيها، ولو بالقليل يا أخي، ولو بالطفيف. نعم. وربما داك الطبيب شعاع يعطي شي شعلة ويعطي شي حاجة اللي تولي، فهمتي، شي حاجة هائلة. لأن الجبل لا يتكون جبل إلا من حبات الرمل، وهكذا يا أخي العزيز. المهم احنا غادي نلومو حتى شي واحد، جزاك الله خيرا. هنا واحد شوف اللي احنا ماشي ماشي كنسالو، انا نسال الله. نعم. ما كنطلبو حتى شي واحد، انا نطلب الله. وقد ضعف الطالب والمطلوب. الطالب ضعيف والمطلوب هو نفسه ضعيف. كلنا في قوى الرحمن، وما شاء الله ولا قوه الا بالله. في الحقيقه الله احنا غير ناس في واحد الامتحان. واش كاين شي مسانده؟ واش كاين شي معارضه؟ واش كاين شي كلمه روح؟ او لكن غير داك الكلام غادي يقول لك كيبقى غير سطحي. نعم، الكلام فضفاض ولكن هو سطحي الحقيقه. حيت كاين الانسان السطحي وكاين الانسان العميق، والعمق والصميم هذا هو السر في حياه التضحيه والفداء، ليس من اجل نفسي بل من اجل الاخرين. وهذه هي الحقيقه ديال الرساله الانسانيه على الارض منذ الزمن الاول الى اخر مطاف حياه الانسانيه. وهذه الاشياء هذه تقريبا تقام، وهي الانسان قائم على هذا الامر هذا ومسؤول عليهم وحاسب عليهم وحاسبنا قبل الحساب، لان حقوق ناس راهيه في ناس، ودار الحقوق اذا ما تسددتش وحنا باقي على الارضيه فوق التراب تنولي تحت التراب وننتقلوا من هذه الارضيه، ربما الارضيه واحده اخرى لا علم لنا بها. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، قال لكم تذكروا حقيقه الله. هو الخطاب الله في واحد المعاني خاصه، أي سيدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنسان مبقاش إحنا كاني كنعرفو نحفظو كنعرفو نعرضو، ولكن المعاني والمقاييس هي المقاييس الحقيقة لا تعرف عند الناس إلا بالمقاصات. والمعاني والله لا تكتسب لدى الناس إلا بالمعاناة. ولذا يا أخي غادي نرجعو إحنا للرسالة والمصدر ديالها، أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه الذي صلت عليه الأكوان وما فيها، حتى أنت أيها العدو لمحمد إن لم تصلي عليه فاعلم أن أعضاءك ظاهرها وباطنها تصلي عليه ولا توافقك أن تعادي محمدا، ومن عاد محمدا أقامها الله عليه حربا إلى يوم القيامة. أن محمدا كان يتيما يا أخي، وكان ضعيفا ومسكينا وفقيرا، كان راعي غنم. أتعلم لما أتاه الله أن يكون راعي غنم مثل رعاة الغنم؟ إنها يا أخي حقيقة مطلعة. إن راعي الغنم هذا قد علمه الله ها هنا ومن بداية تعليمه ليكون معلما للبشر، كيف إذا تشتتت الأمة وتخاصمت الأمة وتفسخت الأمة كيف يجمعها ويجمع أحوالها على قلب رجل واحد وعلى صراط مستقيم، هي محبة الله في عباده. إذا يا أخي في الحقيقة لولا الفقر لضاع العلم، ولعلم أن الفقر نعمة، ومهما أغناك الله من فضله فأنت فقير دائما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني، والله الغني على العالم. أسمي ما خير السؤال لك. نعم. نعم.
بساعتين ترجع النفس على بركه الله. الحديث معك شيق تبارك الله. ونشوفوا الاخوان اللي يعني بعض التساؤلات اللي كيتسولونا الاخوه سواء في داخل المغرب او خارج هو الحقيقه هذا الحديث الشيق هو الحقيقه وبكل شيء وغنستقلك الجنه يا اخي العزيز وتستقل الامه كلها ان شاء الله راه مشتاق له ولكن اذا كان الشوق ديال الامه في الجنه الحقيقه هذا الحديث هذا راه ماشي ديالنا يا فعلا الحديث هذا ديال الامه فهمتي هذا لسان لسان الامه يتكلم نيابه على الامه قدر ما كاين تحايا الناس كتحيي السي على الدين ونحن نشكر على الكلام الطيب من جمله الناس اللي دخلوا لطيف الشيخ عبد اللطيف الوزكاني متشرفين بحال رئيسي في قطر عرفتي واش كتعرفوا ولا لا واخا ما نعرفوش قرا محلي دابا نتعرفوا ان شاء الله حامل كتعرف عنده واحد الصفحه ديالو ما شاء الله فيها معجبين وكيعلم فيها القران وكيجود فيها القران رحم الله ومن علم نعم كيحييك بتحيه الاسلام كان كيقرا التراويح هنا في نعم تبارك الله عده مساجد مدينه العرائش نتمنى ونامنوا نتلاقاو شي يوم ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله كون على يقين هو متبعك من الاول من قطر وكيقول لك تحيه تحيه طيبه كنظن واش الرباط ولا في قطر هو غادي يجاوبنا دابا يقول له شنو تقول لهذا السيد هذا السيد هذا وان كنت لا اعرفه بصورته فقد توافقت الاسرار بعضها البعض مادام هو يعني ينتمي إلى كلمة الله وروحه وإلى علم الرحمن وإلى القرآن وأهل القرآن فوالله إننا نراه كأننا نراه وخبق مش منه شيء وكنقدم له التحية الطيبة من قلوب خالصة ومن الأفئدة ومن قلوب سليمة ونسانده الروح بالروح هو كيطرح عليك السؤال إن شاء الله كيطرح عليك السؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها إلى الشباب الشباب آه، الشباب لا يموت فينا في الحقيقة وإن صرنا شيبا قد سمعنا مثلا يقول ليت الشباب يعود يوما فأحكي له بما فعل المشيب إن هذه الكلمة نعم يا سلام هذه والله تذكرني بأشياء والله تخيفني حتى ترتعد لها فرائصي الله أخشى الله أن أقضي شبابي كله في اللعب واللهو وفي السفارة والمجون وفي الغفلة والإعراض فحينما أصير شيبا أندم كل الندم وتكون تلك أول بداية العذاب الأليم وليس بعده إلا العذاب الأكبر نعم. أجد نفسي ما قدمت للحياة ولا لأمانتي فيها شيئا إذا أخي العزيز نعم. ليت الشباب يعود يوما هي والله تنتمي إلى تلك الآية التي يقول الإنسان وهو قائم بين يدي ربه حافيا عاريا إلا من خلق أبيض ليلاقي يومه وليلاقي حسابه ليتني قدمت لحياتي هذا ما أنصح به الشباب نعم. أن كل واحد يحيا هنا تشرق عليه الشمس من شرقها وتصير إلى غربها يتذكر ويتبكر أن يقيم ليومه هذا عمل خير يصير حياته بين الدنيا والآخرة وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا تذكر الآخرة هي الأولى وأنت في الدنيا والله تعلم أنك راحل عنها مغادرا وواصل الحياة وخذ نصيبك من الدنيا بالقسط السليم لكن تذكر يا أخي أنك ها هنا جئت خادما لهناك إذا نعم. اخدم نعم. واخدم وكن خادما لهذه الحقيقة واعمل لها كي تنال جزاءك وأجرك وكي تنال مقامك ووسامك وكي تنال والله ما تستحقه أجرك الله هذا هو نصيحتي إلى الشباب صلي قبل أن يصلى عليك هي أول مبدأ وأول قيمة في هذه المبادئ والقيم التي والله هي لا تموت ولا تفنى لأن كل شيء ها هنا يموت ويفنى ويبقى الله ويبقى الحب إذا هذا الشباب حياته قائمة على الحب وحينما أقول الحب ليس الحب المزيف الذي بني على الذهب والفضة وعلى الظواهر الفانية إنما ذاك الحب المقدس حب الله والرسول وحب الوطن وإن حب الأوطان من الإيمان حب الأوطان بالتضحية والفداء حتى آخر رمق من حياتك حب الأم حب أم الكتاب من قبل وحب أمك الوطن وأم الأمة التي كل وطن يحب وطنه وهذه هي الأم وحب الأم التي ولدتني وكل الأمهات أمهاتي وكل الإخوان إخواني